اليوم إن شاء الله راح نتكلم عن موضوع جدا مهم، وهالموضوع كيف تكون سفير لبلدك. نعم، مو لازم أن أنت تكون سفير بالعمل، ولكن كل مواطن على هذه الأرض، كل إنسان هو سفير لبلده، وين ما كان هو سفير لبلده. أنا كمواطن إماراتي لما أسافر خارج البلد، سواء في مهمة رسمية أو سواء حتى للسياحة، لابد أني أكون سفير لبلدي بأخلاقي، باحترامي، بتعاملي مع الناس. دائما الإنسان يطلع أحسن ما فيه في البلدان اللي سافر لها، وحتى أيضا في وطنه. الولاء والانتماء صفة لابد أن نتحلى بها جميعا. بلادنا ما قصرت علينا، عطتنا كل شيء نبيه وزيادة، لذلك دائما لازم نزرع هذه الروح الوطنية في قلوبنا احنا، في قلوب عيالنا، في قلوب زملائنا. اليوم اللهم لك الحمد، المواطن والعربي والغير عربي وجميع الجنسيات يشكرون الله سبحانه وتعالى على نعمة الأمن والأمان في دولة الإمارات. لذلك تعزيز الهوية الوطنية والولاء والانتماء للوطن وللقادة وشيوخنا الأكارم لابد أنها تكون من أولى أولوياتنا. الأسر الجديدة، الأمهات الجدد، أيضا الأسر الممتدة، هم النواة الأساسية لزراعة هذه الصفة، علشان أنا يكون عندي ولاء، يكون عندي انتماء. النشيد الوطني ولاء، أني أعرف اسم شيوخ دولتنا هذا ولاء، أني أتفاخر بجميع إنجازات هذا الوطن المعطاء هذا انتماء. أني ما أرضى على وطني ولا أرضى على نفسي أني أقدم شيء لا يليق بوطني، هذا ولاء وانتماء. إحنا اليوم نعيش في عالم التواصل الاجتماعي، لازم أنا أكون قد ثقة وطني وأهلي ومجتمعي وأسرتي والبيئة اللي أنا طلعت منها. هذا الجهاز اللي أنت بس كشخص تصور، ولكن اللي تصوره أو الفيديو اللي تنشره يصل إلى جميع العالم. حاول دائما أنك تعكس صورة مشرفة وتكون سفير لوطنك، سفير لبلدك. لا تخذل نظرة القادة وولاة الأمر فيك، لا تخذل مجتمعك، لا تخذل وطنك، لا تخذل نفسك لما تنشر أشياء خادشة للحياة، ولا لما تنشر أشياء بعد 10 سنين ولا 15 سنة إذا جيت وشفتها راح تندم عليها. راجع نفسك ودائما راجع قراراتك، شوف الأشياء اللي تبثها، الأفكار اللي تتكلم عنها، منظرك، لبسك، كلامك، أخلاقك، كلها مراية تعكس ما في داخلك وتعكس تربيتك. أنت سفير بلدك وين ما كنت، في بيتك، في المجلس، في المسجد، في العمل، وحتى في الطريق. نعم، يمكن تستغربون تقولون معقولة أنا أكون سفير لوطني وأنا في الطريق؟ نعم، لأن تصير العديد من المشكلات والمشاحنات في الطريق. لذلك كل ما مسكت أعصابك وعرفت كيف تتعامل مع المشكلات، سواء حادث ولا سواء كارثة معينة صارت لا سمح الله، كيف تضبط نفسك وكيف تتعامل مع الجاليات الأخرى، كيف تكون راقي بتعاملك بملافظك. ترى الملافظ سعد، لما تختار كلماتك أثناء الخصومة ولا في الحوار ولا في المشكلات. كن سفير لبلدك، إن كنت مهندس، دكتور، طبيب، أو حتى طالب علم واغتربت ورحت خارج البلد، اختار ملابسك صح، اختار طريقة كلامك، اختار طريقة تعاملك، ابدع وتميز وتفرد، ولكن ضع نصب عينك ان انت ابن زايد، ان انت ابن الامارات، ان انت مسلم. الله سبحانه وتعالى وضعك في هذه الحياة وأمرك بالعلم، واطلب العلم ولو كنت في الصين. لذلك العلم شيء جدا راقي، شيء جدا جميل. أيضا العمل، في ناس تسافر وتتغرب علشان لقمة العيش، علشان تبني مسكن لهذه الأسرة الكريمة، عشان تعيشهم حياة طيبة وحياة كريمة. في خضم كل هذه الضغوطات
لابد أن نكون سفراء لديننا، سفراء لوطننا، سفراء لمجتمعنا، لبيئتنا، لأسرتنا اللي نحن طالعين منها. وعلى فكرة لما تستشعر أنك فعلا سفير لوطنك في أي مكان وأي زمان، راح تكون أنت قد هذه الثقة اللي منحتها لنفسك ومنحها أيضا قادتنا وشيوخنا وآبائنا لنا.